يا رب. اللهم امين يا احمد. وزي ما انت بتقول امبارح يعني المشاهد انا مش لاقيه كلمه الحقيقه تعبر عن مدى القسوه اللي احنا حسينا بيها ومدى الحزن والاسى اللي شفناه امبارح في المشاهد. قد ايه كانت مؤلمه واثرت في كل واحد فينا، لان هو مصاب مصر. مش لازم يكون عند حد فينا ضحيه من الضحايا او مصاب من المصابين، لكن هو مصاب مصر. لكن خليني اقول لحضراتكم ان مع كل محنه بتيجي منحه. هقول لحضراتكم انا ليه بقول كده دلوقتي، بس خلينا نقول ونتفق على حاجه احنا متاكدين منها. في اهمال شديد في مرفق السكه الحديد الحيوي؟ في اهمال شديد. كلنا مقتنعين بكده؟ كلنا مقتنعين بكده. خاصه ان مرفق السكه الحديد هو بيعد اقدم تاني سكك حديديه على مستوى العالم. عايز اقول لحضراتكم ان هو بينقل اكتر من 2 مليون راكب يوميا، رقم كبير جدا ان لم يكن اكتر من كده كمان. لكن بالتاكيد الاهمال ده بيواجه وبقوه. طيب انا ليه بقول لحضراتكم الكلام ده؟ وخليني اقول مش مجرد كلام مرسل، لكن هنقول لحضراتكم بالارقام دلوقتي. شفنا الفتره اللي فاتت حجم التمويل اللي وضعته الحكومه لانتشال المرفق من الاهمال وسوء الخدمه المترديه اللي موجوده فيه. خلينا نتكلم مثلا عن اخر سنتين بس اللي تم التعاقد فيهم على توريد 1300 عربيه، 100 جرار حديث، اعاده تاهيل بنتكلم على 81 جرار، 140 عربة نقل بضائع، والبدء فيه كمان تجديد المسافات وتنفيذ وتطوير المزلقنات. طبعا يعني حدث ولا حرج عن حوادث المزلقنات. غلق كمان المزلقنات العشوائية والبدء في استحداث نظم الإشارات على الشبكة بشكل عام بإجمالي أطوال 1100 كيلومتر. أنا بقول لحضراتكم بالأرقام، ونحن نعلم أن الأرقام دي ممكن تكون بالنسبة لي مرفق السكك حديد مصر هي أرقام لسه بسيطة، لكن لسه اللي جاي إن شاء الله إن شاء الله يكون أفضل. كل ده أكيد بالتأكيد لما هيتم الانتهاء منه هيتغير حال السكك الحديدية بإذن الله، ومعاها بإذن الله نحافظ على يعني حياة المواطنين، لأنها ما فيش أغلى من حياة المواطنين. لكن خليني أقول لحضراتكم أن العامل المهم هو إزاي ممكن نحافظ على المرفق ده بعد الانتهاء من تطويره، يعني علشان ما يرجعش تاني لوضعه الصعب. لان في النهايه انت لما بتحافظ على مرفق السكه الحديد او اي حاجه في البلد، انت بتحافظ على بلدك وبتحافظ على يعني ممتلكاتنا كلنا. دي يعني هقول ان دي كلها بلدنا واحنا محتاجين نحافظ عليها. عايزه كمان اشير لنقطه مهمه، ان هيئه النيابه الاداريه بدات امبارح كمان التحقيق في ايه بقى؟ في تجاوزات موظفي هيئه السكك الحديديه وسائقي القطارات. اصدرت هيئه النيابه الاداريه تقرير. التقرير ده بيتضمن ايه؟ بيتضمن توصيات وحلول لاوجه القصور والخلل في المنظومه الفنيه للسكك الحديديه. على سبيل المثال واهمها، تدريب العماله اللازمه لتشغيل المزلقنات، تطوير وصيانه معدات واجهزه الاتصالات والاشارات وقد ايه هي مهمه طبعا، وتفعيل منظومه تكون محكمه للمتابعه والصيانه وتحديث الاجهزه الالكترونيه بالقطارات بشكل عام، والتنسيق كمان بين الهيئه القوميه لسكك حديد مصر والشرطه والمحليات فيما يخص بقى إدارة وتشغيل وضبط حركة المرور عند المزلقنات. وفي النهاية يعني بنقول يا رب يا رب يرحم كل الضحايا الحادث الأليم، ويشفي كل المصابين، ويثلج قلوب أهليهم يا رب، ويبرد نارهم يا رب كده، ويحمينا جميعا بإذن الله من كل شر يا حمد.